أقدر أقول لك مصر هي من أو بالأدق أول دولة تلتزم بأهداف كوب 27. تعرف إحنا بنشتغل على أنه بنعمل توليد طاقة من خلال مفاعل الضبعة. طيب بإذن الله عندما نبدأ في توليد الطاقة من هذا المفاعل مصر هتبقى خفضت 14 مليون طن كربون إلى هذا الحد. بس ده برضو يحتاج مني ان انا افهم اكتر. عشان اقدر افهم اكتر هنا خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد عبد الرؤوف خبير اقتصاديات الطاقه والبيئه. اهلا بيك يا دكتور. الو دكتور محمد. ايوه معاك. اهلا بيك. اهلا بيك. مساء النور يا دكتور. ازاي الصحه؟ الحمد لله كله تمام الله يخليك. كله تمام ان شاء الله. قول لنا يا دكتور اولا مساله انه لما نشغل مفاعل الضبع ان شاء الله ويبدا في انتاج الطاقه هنبقى عمليا كده ساهمنا في خفض 14 مليون طن من الكربون، يعني ايه؟ بص، هو حضرتك قمه المناخ والاهتمام العالمي هي دي تعتبر اهم قمه على مستوى العالم، مش من الناحيه البيئيه فقط لكن من ناحيه اقتصاديه. حلو. القمة دي بتغير اقتصاديات الدول، عشان كده بنلاقي كل الدول وكل الهيئات الدولية والمجتمع الدولي كله وقادة العالم كله بيجوا، لأن هي المستقبل القريب. الاقتصاد صديق البيئة، الاقتصاد الأخضر، هو ده المستقبل، وفرص استثمارية رهيبة في مختلف المجالات ومختلف القطاعات. طبعا المشكلة الرئيسية إن احنا عندنا انبعاثات كربونية من مختلف الأنشطة البشرية، صناعة وطاقة ونقل وخلافه. الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس ان احنا نحافظ على درجة حرارة الارض مرتفعة لحد اقصى 1.5 درجة مئوية بالمقارنة بالحقبة الصناعية. طبعا احنا حاليا ارتفعنا درجة واحدة بس على مستوى العالم طبقا للدراسات، ومع هذا الارتفاع شهدنا طبعا كوارث كتيرة وفيضانات وارتفاع درجات حرارة وحرائق وخلافه. فنعمل ايه؟ ان احنا نقلل الانبعاثات الكربونية. عشان نقلل الانبعاثات الكربونية لازم يبقى في استثمارات خضراء في مختلف القطاعات. يعني نحن نقلل الانبعاثات الكربونية. زي ما حضرتك أشرت، أنت الطاقة طبعًا مهمة، الطاقة الوقود الأحفوري كان هو المشكلة الكبرى وهي المعضلة الكبيرة. فبنحاول نتوجه لمصادر طاقة جديدة ومتجددة، ومنها طبعًا الطاقة النووية لأن هي صديقة للبيئة ما بينتجش عنها انبعاثات كربونية. فمع تشغيل محطة، يعني الخبر سليم فعلا ان احنا كل الدول هتتخذ اجراءات معينه في قطاعات مختلفه بحيث ان الصناعات دي تبقى صديقه للبيئه قليله الانبعاثات. فطبعا محطه الضبعه لما يتم تشغيلها مش هيبقى في انبعاثات كربونيه، بالعكس مفيش اي ملوثات، مفيش اي انبعاثات من اي نوع، هي صديقه للبيئه. فالتخفيض المقدر لقدره المحطه من الانبعاثات الكربونيه بحوالي 14 مليون طن سنويا.